بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يحتاج الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يكون حذراً وأن يحفظ لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. الله تعالى حذرنا من ذلك بأن يحفظ الإنسان لسانه، وأن لا يتكلم إلا بخير، وأن لا يقول إلا بخير. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حصل قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان تكلم، النبي صلى الله عليه وسلم روى هذه القصة وهذه الرواية، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل أنه تفوه وتكلم بكلمات أوبقت عليه دينه ودنياه. في التزام ورسمناه طريقا مستقيما وسلكناه هداة للأنام، وعلى الفلك نسجناه شراعا فهي بسم الله، فهي بسم الله، فهي بسم الله تجري في سلام، في سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. مشاهدي الكرام، من المواضيع المهمة أن يعرف الإنسان قدره ومقداره عند الله تعالى، وأن لا يتعدى الأمر الذي خلقه الله تعالى من أجله، وأن لا يحكم على الناس إما بالجنة أو النار أو غير ذلك. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان متواخيين من بني إسرائيل، وهذا دليل على أن هذه قصة حصلت في الأمم السابقة، بمعنى أنها قصة رواها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رجلين ممن كان قبلكم من بني إسرائيل متواخيين، يعني مثل ما نقول إحنا اليوم بالعامية هم إخوان دنيا، ربع، زملاء، أصدقاء. وكان أحدهما مقيما على طاعة الله تعالى، وكان الآخر مقيما على المعصية. يعني واحد ما شاء الله في من الصلاح والهداية والخير، والآخر كان مقيما مستمرا على المعصية. فكان الذي مقيما على الطاعة كلما مر على يعني ذلك العاصي يقول له: اتق الله وأقصر، يعني اتق الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، واقصر عن هذا، ابتعد عن هذا الأمر الذي أنت مقدم عليه وهو المعاصي، أو قائم عليه وهي المعاصي والبعد عن الله تعالى، ثم يذهب لطريقه أو إلى طاعته في اليوم أو في المرة الأخرى كذلك. يا فلان صاحبه، زميله، أخوه يقول له: يا فلان اتق الله وأقصر. في المرة الثالثة يقول: يا فلان اتق الله وأقصر. قال: خلني وربي. لما كثر عليه الكلام والنصيحة والتوجيه غضب ذلك الإنسان، وهذا خطأ منه، لكن الخطأ لا يرتكب بخطأ أيضا مثله، فالخطأ لا يعالج بخطأ. قال: خلني وربي، هذا الإنسان العاصي قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ أنت رقيب علي، أنت حسيب علي، يا أخي الله اللي يحاسبني. مثل ما نسمع كثير من الناس اليوم يقولون: يا أخي الله هو اللي يحاسبني، أنت ما لك علاقة فيني. مع أن هذه نصيحة، والإنسان ينبغي عليه أن يستمع إلى النصيحة وإلى التوجيه، إن كانت خير قبلها، وإن كانت شر فلن تضره، وإن كان يعني لا يستطيع أن ينفذها فلن تضره الاستماع إلى النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فغضب منه ذلك الإنسان الصالح صاحب الطاعة، قال: والله
لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة. كلمة خطيرة، كلمة عظيمة، كلمة اليوم للأسف نسمع بعض الناس يتفوه ويتكلم بهذه الكلمة، يقول ترى فلان من أهل الجنة، ولا فلان من أهل النار، ولا فلان والله الله ما يغفر له أصلا، لأن ما من معصية إلى معصية، ما ترك معصية إلا فعلها، وما يدريك أن الله يغفر له أو لا يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرف على نفسه مو معاصي، بل أسرف على نفسه بالمعاصي، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال صاحب يعني الطاعة والصالح الرجل صاحب العبادة، قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فاجتمع عند رب العالمين، ولا زالت القصة يرويها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة ولفائدة نأخذها ونستفيدها من هذه القصة التي رواها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع عند رب العالمين، قال الله تعالى لصاحب الطاعة الذي قال لصاحبه، هذا الإنسان الذي قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، قال الله له أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت تعلم، الله عز وجل يخاطب ذلك الإنسان الصالح، أنت كنت عالم أنه لن يغفر لفلان أو لا يدخله الله الجنة؟ قال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني الجنة والنار بيدك أنت، أنت تدخل الناس الجنة وأنت الذي تدخل الناس النار. انظر إلى النصيحة، انظر إلى التوجيه، هذا الذي نحتاجه اليوم. الله عز وجل يعاتب ويقول أو كنت على ما في يدي قادرا خذوه إلى النار. سبحان الله، الصالح صاحب عبادة يدخل النار، قال خذوه إلى النار، وقال لذلك الإنسان العاصي ادخل الجنة برحمتي. سبحان الله، كيف أن الأمور انعكست وانقلبت. صاحب الصلاح والهداية والعبادة والخير وما شاء الله الالتزام والاستقامة، لكن قال كلمة، هذه الكلمة كانت سببا لضياع أجره وثوابه، بسبب أنه تألى على الله، بمعنى أنه تعالى على الله وجعل نفسه بمنزلة الألوهية، أنه يقسم الناس إلى جنة وإلى نار. قال من ذا الذي يتألى علي؟ وقال لذلك العاصي ادخل الجنة برحمتي. راوي الحديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد قال كلمة أوبقت دينه ودنياه، أو دنياه وآخرته. هذه الكلمة ضيعت عليه الدنيا والآخرة. ما هي الكلمة؟ للأسف الكلمة اليوم أصبحت سهلة عند كثير الناس اليوم، ترى فلان والله ما يدخل الجنة، فلان لو شي يسوي أصلا ما يدخل الجنة، وفلان هذا أصلا من أهل النار لما يرون من معصيته أو ذنوبه أو خطاياه أو غيرها من الأعمال المشينة أو المعاصي التي يقوم فيها، قال فلان والله ما يغفر له، ولا فلان والله ما يهتدي أصلا. سبحان الله، الهداية بيدك أنت، الجنة بيدك أنت، النار بيدك أنت، هذه كلها بيد الله تعالى. نحن مطلوب منا أننا نقدم النصيحة والتوجيه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. بعض الناس لما يرى ما عنده من الصلاح والخير والهداية والعبادة، ويرى في المقابل ما عند بعض الناس من المعصية والذنوب والخطايا والسيئات، يرى أنه أفضل من الناس، أو يرى أنه كانت هذه الهداية بسببه هو، وهذا خطأ. ليست الهداية بيدك أنت، إنما الهداية من الله تعالى. لو يعني أراد الله تعالى أن يسلب الهداية من ذلك الإنسان ويعطيها لشخص آخر، فالهداية من الله، وكذلك على الإنسان أن يعرف قدره ومقداره، ولا يتألى، بمعنى لا يتعالى
على الله ويجعل لنفسه منزلة الألوهية أو تقسيم الناس إلى جنة أو إلى نار. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ بمعنى من هذا الذي يتعالى، هذا الذي يقول ويقسم الناس هذا إلى جنة وهذا إلى نار؟ قال: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. لذلك الإنسان عليه أن يعرف قدره ومقداره، لا يتألى ويتعالى على الله، لا يقسم الناس إلى جنة أو نار. إنما علينا النصيحة والتوجيه بالحسنى، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والتأمنا مثل شمل فرقته جفوة ثم تداعى الالتئام، واصطففنا فيه